عيون جل مغمراتي يا حي مركب الدلايل على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 18 الخاصر الكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس وجائزة هذا الشوط شيفروليه تاهو استيشن نسير. مع هذه الأسماء نبدأ بعد المراكز والبداية. أول الأسماء تواقة بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، يقدم لنا تواقة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز القادمة والمنطلقة مع ثاني المراكز، هناك مذيار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، يقدم مذيار مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادمة والمنطلقة مع ثالث المراكز، وصلت هناك قادة بشعار سعيد بن محمد بن سعيد بالخالص العامري، يقدم لنا قادة مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز الشاهينية صالح بن سالم بن صالح بن زمات المري، يقدم لنا الشاهينية مع رابع الأسماء. خامس المراكز حفاوة فهد بن نايف بن علي السرحان المري مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية. هناك مذيار غيرت إلى البداية، مذيار حسين بن علي بن حسين بسيقان المري، يقدم لنا مذيار مع أول الأسماء وأول الشعارات. يتقدم بسيقان مع أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت تواقة حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، يقدم تواقة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل شعار بالخالص، يتقدم مع قادة سعيد بن محمد بن سعيد بالخالص العامري، يقدم قادة من غيرت إلى ثانية الأسماء. رابع المراكز القادمة الشاهنية صالح بن سالم أبا الزمات المري، وخامس الأسماء المتقدمة هناك اليمامة عبد الله بن محمد بن حزام بن ديلة المري، يقدم اليمامة مع خامس الأسماء وخامس التحديات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحموا عد دخولها، نترقبها هناك عند الكيلو متر الأخير. ولكن الصدارة والبداية مذيار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، يتقدم مع مذيار مع أول المراكز وأول التحديات. مذيار على البداية مع بسيقان. ثاني المراكز القادمة والمتقدمة غادة سعيد بن محمد بن سعيد الخالص العامري، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا تواقة مع ثالث المراكز بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي مع تواقة. رابع المراكز اليمامة مع رابع التحديات عبد الله بن محمد بن حزام بن ديلة المري، يقدم اليمامة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت دمعة منصور بن سيف بن مبارك بن حفصان الخيالي، يتقدم مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية. مذيار مذيار على المقدمة بشعار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري مع أول الأسماء، اليمامة مع ثانية المراكز. تحاول اللحظات الأخيرة، وأيضا الزعبي قادم وبالخالص. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية. هناك مذيار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري، يتقدم أبا السيقان مع مذيار مع مذيار. ولكن اليمامة اليمامة قادمة بن انديلة وأبا السيقان اللحظات الأخيرة. ولكن أبا السيقان أبا السيقان مع مذيار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار يا مالك مذيار حسين بن علي بن حسين أبا السيقان مري. ثاني المراكز وصلت اليمامة عبد الله بن محمد بن حزام بن ديلة المري، وثالث المراكز
ثالث المراكز دمعة بشعار منصور بن سيف بن مبارك بن عفصاني الخيالي، ورابع المراكز تواقع حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، وخامس المراكز غادة سعيد بن محمد بن سعيد الخالص العامري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك مذيار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، والتوقيت الزمن وراح توصلها إلى خط النهاية 5:57.65 من الثاني. تهانينا والناموس لمالك مذيار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. حسين بن علي بن حسين بس قال مري ثاني المراكز كانت اليمامة، والتوقيت الزمني 5:58.15 من الثاني. تهانينا والناموس لمالك اليمامة عبد الله بن محمد بن حزام بن ديله المري ثالث المراكز. ثالث المراكز دمعة، والتوقيت الزمني 5:59.85 من الثاني. تهانينا والناموس لمالك دمعة من احتل ثالث المراكز منصور بن سيف بن مبارك بن عفصال الخيلي، فتهانينا والناموس للجميع.